Bademli Bursa'nın en pahalı bölgesinde yer alıyor. İş adamlarının bulunduğu bölgede. Bu villa tek kat villa. Bu açıdan çok özel. Bütün yaşam alanları tek kat üzerinde. Sosyal alanlar alt katta. İki tane havuzu var, açık kapalı havuz. İki tane otoparkı var, açık kapalı otopark. Ve bütün malzemeler birinci sınıf standartlarda ithal malzemelerle döşenmiş. يا مرحبا فيك، أنا زين نور. إذا كنت عم تشوفني أول مرة فأنا باخذك أنا وبلال لنشوف أجمل وأفخم البيوت في تركيا وحول العالم إن شاء الله. واليوم أنا في مدينة بورصة التركية لنتجول داخل فيلا في أفخم الأحياء في بورصة. إذا جاهز خلونا نبدأ. والبداية من المدخل الخارجي لهي الفيلا، مثل ما لك ملاحظ عم نلاقي في باركينج مفتوح بسعة 3 أو 4 سيارات، ما شاء الله واسع جدا. وهذا الحائط شوف قديش عالي ما شاء الله، بمنح خصوصية عالية لهي الفيلا. هلا تعالوا نفوت نشوف الفيلا من الداخل. ليتس جو. بسم الله، ورح نبدأ جولتنا داخل الفيلا. أول ما تدخل رح تلاحظ على اليسار في هذا القنصل اللي عليه اكسسواريز، عم يعطي جمالية لهذا المدخل. هون عم تكون قاعة الضيوف، على اليسار في المطبخ وغرفة المعيشة وغرف النوم، وتحت في عنا الخدمات الاجتماعية، المسبح، الجيم، غرف الساونا اللي حنشوفهم بعد شوي إن شاء الله. وهلأ خلونا نحكي عن قاعة الضيوف. بس قبل ما نحكي عن قاعة الضيوف والتفاصيل الموجودة فيها، خلونا نحكي لكم شوي عن الفيلا. هي الفيلا عبارة عن 8 غرف وصالون مع مسبحين، مسبح مفتوح ومسبح مغلق اللي حنشوفه بعد شوي. بالإضافة مساحة الأرض 1750 متر، طابق واحد مستقل، وهذا اللي بيمنح الخصوصية لهي الفيلا، معروضة بمليونين دولار. بدي أشكر السيد أحمد يلي أتاح لنا الفرصة أن نشوف هي الفيلا والسيدة نور جيهان، وإن شاء الله رح تلاقي كل التفاصيل موجودة أسفل هاي الفيديو. خلونا نبدأ من هذا الباب. شوف بلال ما شاء الله على هذا اللون الرمادي، كتير عجبني ما شاء الله، لون محايد بيروح مع كل الألوان. حتى مسكة الباب هي المسكة الذهبية كتير جميلة ما شاء الله. بالنسبة للأرضية عم تكون كلها باركيه من الخشب الطبيعي اللمنة. على اليمين عم تكون طاولة الطعام يلي بتتسع لعشر أشخاص، عم تكون كلها أسطح من الرخام، وفوقها عم يكون في شمعدانين ذهبيين، وفوقه كمان هي الإضاءة يلي عم تسلط الضوء على هذا المكان، عم تعطي هيك جو من الدفى رائع جدا. وهي كمان سماعة بلال، يعني كتير يعني حاطينها شايفين بمكان كتير مدلل. وخلف طاولة الطعام مباشرة الواجهة الزجاجية يلي إلى أكسس لكراج السيارات المفتوح، بالإضافة للأباجور يلي بيسمح للإضاءة تتحكم بالإضاءة الداخلية للصالة. وهون شوف لي على هاللوحة الفنية ما شاء الله، كمان عم تزين الحائط، وتحت عم يكون في هذا القنصل يلي عليه أكسسواريز. وجنب طاولة الطعام في عنا الشيمونيه يلي كمان ملبسة بالرخام الطبيعي، عم تعطي كمان جمالية للحائط. وبالقسم الثاني للصالة طقم الجلوس يلي لونه أسود كمان عم يعطي فخامة. وهي الطاولة اللي بالوسط عبارة عن 6 قطع مجمعة مع بعض وعاطينا هذا الشكل الجميل. ممكن لاحظت زين أنه السقف ما عم يكون أبيض، عم يكون كله من ألوان العفش. بالضبط، هو هذا اللي لفت انتباهي ما شاء الله، يعني في فن في ذوق بالتصميم الداخلي لهي الصالة. وخلف طقم الجلوس كمان في عنا هذا القنصل اللي عليه كلوب، وكل الاكسسواريز يلي شايفينها بهي الصاله من ماركه جار جيلان التركيه، من احسن البراندات في الاكسسواريز. وبالصدر الواجهه الزجاجيه يلي مطله على الحديقه والمسبح اللي حنشوفه بعد شوي، في عندك اكسس من هذا الباب. هلا بنروح نشوف المطبخ مع بعض، يلا بسم الله. وشايف هذا الدرج بياخذنا على المسبح المغلق والساونا والترفيه، بعد شوي رح نشوفه ان شاء الله. على اليمين هذا هو المطبخ يلي بدنا نحكي فيه تفاصيل كثير حلوه، سلايدنج دور. الالوان اللي مستعملينها كثير موفقه، الالوان الفاتحه البيضة بتعطي مساحه وراحه نفسيه. شو رايك بلال؟ والله انا حسيت هون النقيض تماما عن قاعه الضيوف اللي من شوي شفناها، هذيك كانت كل الالوان اللي مستعملين فيها عم تكون اسود، رمادي، بني، معتمه شوي، معتمه جدا ما شاء الله ليك. هون عن جد هون الالوان، هون الالوان بتعكس، يعني صح. انت هون عندك اللون الابيض بيعكس لك الاضاءه، وبالتالي تحس انه في عندك اضاءه اكثر. بالضبط، حتى كمان شلون مقسمين هون المطبخ عم يكون بالوسط الجزيره، وجنبه عم يكون في طاوله الطعام يلي مطله على الحديقه والتراس، وهون كمان في عندنا جلسه ثانيه. يا سلام، الواحد انت وجالس هون عم تشوف الحديقه، عم تشوف الاوت دور، وكمان في الشيمونيه.
شفنا شيمونية بالقاعة الضيوف، وهون في عنا شيمونية فوق عم يكون في تلفزيون. يعني هون قاعة فينا نسميها بلال هون يعني غرفة التسلية، غرفة الجلوس، غرفة الراحة، العيلة، غرفة العيلة. يعني هلا تعالوا نفرجيكم التراس الخارجي. من هون في عنا أكسس، تعالوا نشوفه. من هون نطلع على التراس الخارجي للفيلا. هون في عنا جلسة على اليمين وجلسة على اليسار. يا عيني والله بيشتهي الواحد هيك يعزم رفقاته هون، يعزم العيلة بهذا المكان الجميل. شو رأيك يا بلال؟ نحن اليوم جايين من السفر. ايه والله مبسوطين على هي المناظر الخلابة، ولازم نقوم نكمل الفيديو بشكل سريع لأنه أصحابين الفيلا بدهم ياكلوا، وإذا أكلوا بيوصخوا وبيصير في مشكلة إنه ما عاد تحسن الصور بشكل جيد. فقوم زين، خلينا نكمل بسرعة. يلا بسم الله. وعلى اليمين المسبح، مساحته جدا حلوة، وبالصدر في هاي المرجوحة. تعال شوفها بلال، والله حلوة يا زلمة. بتخيل حالك هيك عم تطير فوق المي ما شاء الله. جعبالك تجربها؟ ايه والله يلا تعال. إذا الواحد هيك أول هزة معلم على المسبح مباشرة، يا عيني. طيب هاي بالنسبة للمسبح وبالنسبة للتراس. وعلى اليسار كمان بلال ليك في شجر زيتون، في أشجار مثمرة، وهون شجرة الكرمنتينة جاهزة للأكل. تأخذ لك واحدة؟ ما شاء الله الله، كرتك حتعضمن. هلا خلونا نكمل الغرف النوم وبعدين ننزل لقسم الترفيه. يلا تعالوا مع بعض. وهلا رجعنا مرة تانية للفيلا. هذا هو المطبخ، شفناه مع بعض وحبيناه مع بعض. مقابل المطبخ عم يكون في حمام الضيوف، وهون عم يكون في خزن. هلا هي خزانة مو عادية، خزانة وراها في، تخيل، في غرفة الغسيل وغرفة الخادمة. تعالوا نشوفها مع بعض. ما شاء الله مستغلين المساحات بشكل كتير حلو. هاي هي غرفة الغسيل، وفوق في عنا غرفة الخادمة. How amazing is that بلال؟ والله أنا بتعرف زين لما صاحبة الفيلا عملت لنا هي وفتحت وفاتت، تطلع عليها ليش فات على الخزانة؟ ما شاء الله استغلال للمساحات. هون عم يكون في خزن لتعليق الملابس، وهذا هو حمام الضيوف. حتى حمام الضيوف استعملين فيه مرايا على الحيطان، ورق جدران، سيراميك أسود، نايس تاتش. هلا خلونا نكمل نشوف غرف النوم. على اليسار عم تكون الغرفة النوم الأولى. هي غرفة النوم الأولى مخصصة للضيوف، في إلى أكسس على الحديقة وحمام خاص فيها. تعالوا نشوف الغرف الثانية. شوف بلال ما شاء الله نحن عم نمشي بالمدخل، الإضاءة الهيدن لايت مع هدول السبوت لايت كتير جميل ما شاء الله المدخل. وعلى اليسار عم يكون في إضاءة جانبية ولوحات عم تزين المدخل. هاي هي الغرفة الثانية، تعالوا نشوفها مع بعض. غرفة الأولاد، شوف هذا الحيط ما شاء الله كتير حلو، مختلف تماما عن غرفة النوم الأولى. حجر القديم كمان له إطلالة على الحديقة، ومعه حمامه الخاص. وهلا رح نروح نشوف الغرفة الثالثة. نحن رايحين على الكوريدور، رح تلاحظوا المطبخ وغرفة الجلوس اللي قبل شوي شفناها. وعلى اليسار غرفة الشباب، فينا هيك نسميها التينيجر يعني. يا الله شو حلوة. هون كمان عم يكون مع بيانو. أنا بصراحة زين هي يعني شفت أحلى غرفة بكل الفيلا، مريحة مريحة بشكل مو طبيعي. وبالصدر عم تكون الماستر روم، تعالوا نشوفها. وهي هي الماستر روم. بالمناسبة بتعرفوا شو اللون المفضل عندي؟ اللون الكحلي، وأنا هذا اللون حبيته ما شاء الله. لون الفرش عم يكون كحلي، بيعطي فخامة. وهم في الدريسنج روم ما شاء الله، شوف شلون مساحة واسعة جدا، مراية كمان عشان الواحد هيك يرتب حاله. شو رأيك بطقم اليوم اللي لابسه بلال؟ والله رائع بصراحة. لا مو أنت عليك. أوكي نايس. والله شكرا. رائع، الله يبارك. وهون هو الحمام الماستر يلي عجبني. شوفوا على هذا البانيو، كمان هذا البانيو له إطلالة على الحديقة، يعني الواحد هو داخل البانيو مستمتع بإطلالة الحديقة. بس في خصوصية عالية بهي الفيلا، يعني ما تفكر أبداً إنه في حدا بيشوفك، لا تخاف يا بلال. وهلأ بدنا نروح نشوف أجمل مكان بهي الفيلا. Are you ready؟ يلا. هلأ تعالوا نكتشف مع بعض شو في بهذا الطابق. على اليسار ما شاء الله هون عم تكون ورشة للأعمال اليدوية، يعني مثلا صاحب البيت شوفوا ما شاء الله شو بيعمل. هذا دبدوب بيكون بهذا الشكل، مصنوع من شو اسمه، مصنوع الشمع، من الشمع بهذا الشكل. بدنا نسأل إن شاء الله صاحب البيت إذا في رابط للمتجر، بنحط لكم إياه إن شاء الله في وصف الفيديو. ما شاء الله يعني أدق التفاصيل مهتمين فيها. هون عم يكون في حمام وتواليت على اليمين. تتذكروا الخدمات اللي حكينا لكم عليها، هي موجودة هون، المسبح، الجيم،
وبعد شوي كمان رح نشوف في مفاجاه كثير حلوه منتظرتكم اخر الفيديو رح افرجيكم اياها. هون في ساونا على اليسار وبالصدر كمان في عندنا الحمام التركي، بس هذا الحمام التركي مساحته جدا حلوه، تعالوا نشوفه مع بعض. ما شاء الله، شوف شوف شوف، يعني بيجي هون الواحد بيعزم اصدقائه والعائله كلها بيسعوا. زين عجبني كثير 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 هذا، هي الزخارف اللي هون والله نايس، يعني هي ما لها رسمة على فكرة، هي ناحتينا ناحت كأنه بالضبط، مكلفة وجميلة جدا ما شاء الله. هذا الباب بياخذنا لغرفة الهوبيز يلي قبل شوي شفناها، غرفة الأعمال الفنية من هذا الباب. هون على اليسار كمان هيك عاملين ديكوريشن حلو، يعني هيك مجمل الحائط ما شاء الله. شوفوا على الشاشة، هون عم يكون في جاكوزي وهون عم يكون المسبح المغلق. شوف هي الإضاءة بلال اللي عاملينها فوق ما شاء الله كأنه نجوم. وهون شايف بلال بالزاوية في مجلة، وممكن الواحد هون يعمل العصائر يستمتع ما شاء الله. شوف على هالمساحة بلال، والله أنا الجيم اللي كنت روح عليه قبل سنتين أصغر من هذا الجيم ما شاء الله. هذا كله داخل هي الفيلا، شو بدك يعني، تمارين للصدر، تمارين للرجلين، بوكسينج. على فكرة زين اليوم التمرين تبعنا راح مشان تصوير. ايه والله مزبوط، بدك هلا بس ان شاء الله نخلص الفيديو، خلينا نخلص الفيديو بسرعه ونبلش التمرين. اذا بتتذكر منيح ببدايه الفيديو قلت لكم انه في باركينج مفتوح وفي باركينج مغلق صح؟ هلا رح نشوف الباركينج المغلق من هون. ما شاء الله فيراري اف 430. بتعرف بلال والله بتستاهل هي الفيلا، هيك الواحد يجيب هيك سياره ويصفها بهذا الكراج صح؟ اي والله بصراحه بتعرف انا يعني شفنا كثير فيلل في عندهم سيارات فخمه وهيك، ولكن افخم من هي السياره ما شفت ما شاء الله. هي كل التفاصيل اللي حبيت فرجيك اياها بهي الفيلا. كان معك زين نور وبشوفك بالفيديو الجديد. سلام.